perfect. زي ما انتم شايفين هنا قاعدين نفتح على الشباب الطيبة. طبعا زي ما انتم عارفين يا اخوان احنا حاطينهم كلهم صاروا بمطيرين، بس يعني جمعنا فوجين بالمطير الكبير واخر فوجين بالمطير اللي هون. هاي طلع ما شاء الله، الله يبارك. طلع يا اخوان عشان الحمام قاعد بتغير ريش، شفتوا كيف طلع معها وطلع الريش. هيضل في هناك ثلاثة طيور معلقات، لانه هاي يا اخوان المطير هذا نقلناهم عليه جديد، يعني لسه مش متعودين كيف يطلعوا ويفوتوا منه. هيا هيا علاء كسروا علاء حتى امه، طلع المكبي والكشمير اخر شالوا بيده علاء. هاي طلع هاي هاي الكسحه، هاي الكسحه هاي عاطله، هاي لازم احنا عملنا الباب. ضل اثنين هم اخر اثنين. هاي الكسحة عملناها، هي يعني كانت شغلة غير موفقة. هاي سكرنا المطاير والأمور تمام. هات صفرة ادعسي. طبعا هاي علاء بصفر بتاع شعر البنات تحت برضه، وبعطيها نغمة. طلع ما شاء الله كيف حمام طالع نشيطة كلها مع بعض. ايوه روحي. طيب اخوان الحمام معروفة، بس تسمع صفرة علاء بيختلف عليها الجو كله. طلع كيف خلص، بس سمعها النغمة هاي تعرف ياخذ فوكس الكاميرا. طلع ما شاء الله بويه، شفتوا كيف؟ طبعا يا اخوان شو الفكرة؟ انه الفراخ ما شاء الله كلها اول اشي تقعد ترمح وين هون؟ بتحمي، بحمي الديزل يعني. تعطيها ايش؟ زقزاق. يعني بتطلع لفوق، هي طلعت لفوق، وهسه بترد ايش؟ تنزل لتحت. هي طلع ما شاء الله وين صارت. طلع هيك مع الغروب، والله والله صورة خرافية هي بتطلع. كيف طلعت فوق وهي اجت هون، هسه ايش؟ ترد تسحب. يلا روح بالناس، انزل انزل شوي لتحت عشان نعطيها مع الشمس الغروب، صار المنظر حلو. هاي ردت وين؟ طلعت لفوق، تنزل لتحت تطلع لفوق. ها طلع ما شاء الله. لا لا ما خلط، لا لسه دحلات، لسه دحلات وامورهم ايش؟ عالي العال. بوي يلا روح صورة مع الغروب على الشمال، تعالي على الشمال مش على اليمين وليك. نشوف شو بده يصير. طبعا الحمام فاتت لجوا، هيا خالطة قطعة قبل شوي في قطعة فاتت فيها. هيا طلع ما شاء الله. هيا هي شايفين في شي بفتك فيها، هيا رجعت لمت. طال القطعة هي من برا الحارة اجت، فيش اول ما جت فاتت بالحمام. طيب هاي في شي مفتك شايفينه، طلع ما شاء الله. هاي علاء بطفلهم
آه لا طب الفدانة عشان يلبسوا اللي طلعوا يرد يفوتوا بالحمام. اسحب الحمام لا احنا اسحب هاي طيب اسحب لحالها تطلع كيف فرق. طلع ما شاء الله راحت لجوا اجا بس كيف طبلي هسه عشان كلها تفوت ببعض. طلعوا ما شاء الله. هذي شو بفتك يرجعوا لامهم اللي يا اخوان هسه شو وين يطلعوا هسه يدعكم دعكه الها اول ما لها ثاني. قولوا الله يا رجال قال شايف في شيء مفلت بده يوقع اصلا خلص سوا هاي شايفهم اللي ورا طلع هاي في اثنين افتكوا طلع اثنين افتكوا يرجعوا لحالهم وهي في واحد قاعد هون بيلحق هاي في اثنين افتكوا وراحوا هاي اللي ورا هذول شايفهم هذول بفتكوا بس لسه فيها من قدام كمان ردوا ضموا عليهم 18 فيهم 18 20 اللي خلطوا فيهم ها راح ساقوا لجوا ارجعوا خلطنا كمان قطعه قلبت ميمعه جوا نازله تلملم لا تلملم بالعالم هيك اخوان قاعده بتلمي هي طلعوا ما شاء الله لميه ما حدا قدك ها طلعوا ما شاء الله طلع شو بصير لا بتقول لهم خليه يلمهم كلهم مع بعض هذول برضه اسمع هذول روحوا طير هذلاك روحوا كمان ثلاثة أربعة فصلوا رجع لنا لحقنا والله لحقوهم يجيبوهم هذول افتكوا شوي منهم هاي شايفينهم هذول رجعوا طلع ما شاء الله هاي شايفهم قاعدين فلتوا اسمع في طرف فلت منهم شايفهم اي هذا روح تعب هذا اي هذا روح هاي في هذا كمان فلت هاي هذا كمان فلت هيك ايوه افلتوا واحد شرتناهم تشرت والله شرتناهم الله ما شاء الله الله يبارك قطعناه كثير كمان خلينا نشوف هسه شو راح يصير ان شاء الله مرحبا بذكر الله طبعا ادنا اذان المغرب وقفنا التصوير شوي وهي لسه الحمام ترى ما شاء الله طلع الله يبارك يعني لسه قاعده ترمح وبتقالب بوي كيف خشوا فيها شوف كيف خشوا فيها الحمام شوف فيها كم من حبه بس كم من حبه هذول ايش استحملوش طلع ما شاء الله الله يبارك يعني لسه شدين على الحمام وبدنا ان شاء الله يعني يطلعوا الفراخ الفوج نحكي اللي بعدهم طلع ما شاء الله يعني نحكي بنفس القوه ونفس ضربه الجنح فقاعدين بنعطيهم ضربه جنح واحده باذن الله يردوا لهم مع بعض طلع ما شاء الله الله يبارك ايوه هذا وين الضوء عشان الامور تبين طوينا الاضاءه هون خلينا نضبطه كمان بسم الله النيونات هون بوم طلع ما شاء الله وين راحوا هاي بيطلعوا من هون النية هاي
انه يطلع من هون وطلع من هون. اوبا اخوان الامان، والله لما تطلع على طيور زي هيك يعني تبارك الرحمن انت نفسك تنبسط. يعني شو ما بقول لك، بثلج الصدر لما يقول لك الحمام طلع طلع ما شاء الله بثلج الصدر. لسه بدهم كمان شوي. اوبا شو صار هون، شفتوا كيف هذول فراخ عبد الله اجوا بالوجه؟ اذا اجوا بالوجه انفرك وفرك. اي حدا بيجي بوجه الاف 16 يا عمي ببلشوا في قصف يا عمي، لا تقربوا عليهم هذول يا عمي، هذول مدربين يعني تدريب عسكري يعني ما بهمه. ما طلع شو صار، طلع كل فرخ يا حرام عند عبد الله. هي تشرتنا له اياهم، شرتنا لهم. في اشياء معنا كمان، يا في سكسفوني معنا، في مكتف ولا لا بربريسي فيها. هاي طايره زطات تعاون عبد الله، هاي طيران. بس تجيش بوجه اوي بو كيف يا بي، شفت كيف طلع طلع ما شاء الله. تجيش بوجه الاف 16 اذا ما عاد يجي بالوجه خلص امشوا جنب الحيط وقول يا رب الستر. اما تيجي بوجههم والله بفرطوك، والله بفرطوك. يلا روح شد روح ادعسه. ادعسوا اللي بيجي قدامكم، قولوا له ابو سوار نبهكم. طلع ما شاء الله اللي بيجي قدامكم مفروطوه فرط. فرطوه ايش فرط، جيات اه بو 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 بو. ايوه ايوه ما شاء الله، الله يبارك يا رب. الان زي ما انتم شايفين يعني شوي عتمت العين ولسه شادين عليهم يعني ما رخينا. ايوه شوي صاروا يضيقوا بالبرم الشباب، يعني لسه ماسكين عليهم وشادين عليهم ما شاء الله. ضوينا السطح كامل بحيث ان السطح يبين نهار. هاي طلع طلع ما شاء الله. بايي طلع هذا يجي يخش بالجامع، هذا ايش سكسفونيا، سكسفونيا يجي يخش بالجامع. طلع سكسفونيا مع انه تعبان بس لساته طاير ما شاء الله والله. اعطيه طلع المزهور تعب ما قدر خلص. هيك لما في طيور تصير تتعب بدها تحط لازم شو خلص تحططها. يعني احنا بنشد عليها بس مش لدرجة انه يعني نخربها انها تصير تفسد. يعني اخوان زي ما انتم شايفين هي حط نص حمام، هاي نص الثاني. طبعا الحمام فيها اشي بس هسه مش مبينة. فيها هسه نشوف. هي حط نص الحمام، هاي الباقي خلي خليه يحط، خليه يحط. استنى في شي طلع، في واحد حط قيم الصلاة، هاي اللي حط يا اخوان. يا اخوان اقام الصلاة طلع، هاي اللي حط طلع. شو مسود مسود بلدي، هاي عزاوية الرفصة، هاي شايفينه جاي على زاوية الرفصة مسود بلدي. طبعا يا اخوان جاي نسل والطير، هاي هاي شايف نسل جاي. لا لا نسل هسه هسه شايف انت كيف. هلا هسه نحاول نحبسه، نحبسه حبس. هسه نعلف الحمام كلها، نحاول نحبسه. هاي بتحرك، هاي اخوان راح علف لهم عشان ينزل. طبعا ايوه على الرفصه لسه. هاي في جانا طير مقطوع فكره، هي جانا طبعا طير مقطوع زاجل اسمي انا واحد. والله صار بده يفز. لا آه. اسمع جوعان الطير، الطير جوعان مبين. وينه؟
ايوه 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 والله كم ريحه لكن والله انه جدع. طلع ان شاء الله الطير. طلع يا اخوان الحمام صارت جوا المطير. ايوه يلا يلا روح روح مع الجماعة روح. ولا هو سائل. ابعد عنه علاش مفززه، حاول انه ايش وديها شقية المطير. شوف اكل علف مي بيهوج كمان. شوفوا علاء بيهوج كمان فعل. الله طلع منه يا اخوان، هو بده ينزل بس مش عارف كيف. ها صار ورا المطير، راح على الزاوية الميتة يا معلم. زاوية ميتة راح ورا المطر. شوف شايف هسه وين شو مبين وينه؟ اه والله يا 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 حبيبي يا ظل نزل من ورا. خليه 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 بديش صوت. تعرف شو بديش افززه. استنى شو استنى شو استنى شو هاي 100%. ايوه طبعا يا اخوان تم مسكه بنجاح زي ما انتم شايفين. طلعوا ما شاء الله يعني حبه بذره كش يعني جاي مسود بذره بلديه. طلعوا ما شاء الله يعني 4 عشر هون وهون العشر برضو 4. طبعا يا اخوان الطير زي ما انتم شايفين بواقي الصماي. هي هي صمايته عم يعني مبين عشان الدنيا هي زي هي بواقي الصماي الطير. طلعوا ما شاء الله بزرة كشة يسموها مسوية بلدية وبعد طلع ما شاء الله. انا بدي ارجع راسه وهو مقدم لي راسه لقدام. طبعا يا اخوان هاي حلقتنا اليوم. طبعا الحمد لله الحمام اليوم ابدعت. هذا يعني حرام نسل طالع بواقي الصماي. انا مش عارف كيف صاحبه كش. وهاي الاغراض يا اخوان اللي بيقع فيه اللي بيقع فيها المربي، اني بيجي بيقول لك انا في عندي طير قوي بدزه ومش عارف شو والطير انضرب. طيب ليش انضرب الطير؟ الطير انضرب مش غلط منه انه ما بيفهم الطير. الطير انضرب لانه الطير اصلا جاي نسل يعني بواقي الريشي بواقي الصماي والطير تعب وهو طاير، فاضطر انه يحط على الرفصه مع الحمام. طبعا يا اخوان هيك بكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ان شاء الله يكون حلقتنا عجبتكم لليوم. لا تنسونا من دعمكم ويعطيكم الف عافيه.